النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة، وتحديدا حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. المحاور التي سنتطرق فيها خلال هذه النشرة هي صور أقمار اصطناعية، أيضا خرائط درجات الحرارة التي سنتحدث فيها عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة في عموم مناطق المملكة، وأيضا تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع بحول الله. بالنسبة لصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، يلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء هذه الغيوم العالية القادمة من الأراضي المصرية باتجاه المنطقة الشمالية من السعودية، هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. بالنسبة لخرائط درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ساعات ظهيرة يوم الاثنين، يلاحظ أن درجات الحرارة معتدلة في عموم المناطق، درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام معتدلة في المنطقة الشمالية الوسطى والشرقية، دافئة في المنطقة الجنوبية، حارة نسبيا في المنطقة الغربية. يوم الثلاثاء بحول الله المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، المزيد من الارتفاع يوم الجمعة خاصة هنا في منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك، هي عبارة عن ارتفاع، هي عبارة عن رد فعل لنظام جوي بدأ ينزل على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، هنا يتمركز فوق الشمال غرب مصر، سيظهر جليا هنا في يوم الخميس حيث ستسجل درجة الحرارة المزيد من الارتفاع في عموم المنطقة الغربية الشمالية الوسطى الشرقية والجنوبية، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، لكن لاحظوا هنا هذه الكتلة الهوائية الحارة الغير الاعتيادية التي اندفعت كرد فعل لهذا النظام الجوي الذي هبط على مصر، هي عبارة عن كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي علوي عمل على صعود لرياح ساخنة قادمة من شرق القارة الإفريقية وأيضا من الأراضي السودانية شمالا باتجاه الأراضي المصرية، ثم سيؤثر لاحقا على المناطق واسعة من المملكة العربية السعودية بلاد الشام والعراق خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذه الخريطة إن رسمناها على الخرائط الجوية أو توزيع الأنظمة الجوية ستظهر لنا هذه الخريطة، حيث يتمركز المنخفض الجوي العلوي هنا فوق الأراضي المصرية، سيعمل على اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط تندفع على إثر هذه الكتلة الهوائية الساخنة. هاتين الكتلتين الهوائيتين المختلفتين في الخصائص ستعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي قد تصنف بالقوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحديدا خلال يوم الجمعة بحول الله على منطقة تبوك، ثم تنتشر لاحقا في عموم المنطقة الشمالية أجزاء من المنطقة الوسطى. أيضا تترافق حالة عدم استقرار الجو بهطول زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة خاصة في منطقة تبوك وأيضا على الحدود السعودية الأردنية، حيث تهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار خاصة يوم الجمعة مع مرور الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا النظام الجوي، كما ستهطل زخات رعدية غزيرة من الأمطار في عموم الساحل الشمالي من مصر، أيضا عموم منطقة بلاد الشام تكون ثلجية فوق القمم الجبلية العالية من لبنان وأيضا قمة سان كاترينا على مرتفعات شبه جزيرة سيناء. أما بالنسبة للتوقعات الجوية خلال الثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض بحول الله، سيكون الطقس مستقر خلال الثلاث أيام القادمة، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، الثلاثاء 25-13، الأربعاء 26-14، أما يوم الخميس تتفرق بعض الغيوم 27-15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، سنتطرق لتفاصيل حالة عدم استقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة خلال نشراتنا اللاحقة بحول الله. إلى اللقاء.